هذه بضاعات ستُرد إلي. هذه أموات ناسفة تم الاستيلاء عليها والحصول عليها التي يدمر بها الاحتلال منازل المواطنين الآمنين. إن شاء الله ستُرد إلي. الله علينا أن جهزنا للعدو أصنافا من الموت وكمائن لا عد لها ولا حد. إحنا لا نرى الجزية. أول ما الهدف يكون في المكان إن شاء الله حنتعلم. Subscribe to Oneindia channel and never miss an update.